صباحكم نور أعزائنا ومتابعين على فضائية نورسات وتلفزيون تيلي لوميير، وأيضا صفحتنا على نورسات جوردان مباشر من عمان الأردن. في هذا الصباح المبارك بنصبح عليكم أنا وأبونا جورج شرايحة للحديث معكم من كلمة من القلب إلى القلب في هذا الصباح المبارك. مواضيعنا اليوم جميلة حلوة، بنوعدكم أنه إن شاء الله تستمتعوا فيها، وخاصة أنها في صلب حياتنا الروحية، في صلب حياتنا الحاضرة اللي إحنا عم نعيشها. وعادة إحنا عم نختار المواضيع الحياتية، يعني عم نختار مواضيع تهم المؤمن المسيحي وكيف يعيش حياته المسيحية في جو إحنا الحياة اللي عم نعيشها، في جو المتغيرات، في جو الحياة، الألم والحزن، المرض، الشدة، وأيضا الفرح. فمواضيعنا دايما بنختارها هي مو لاهوتية بحتة ولا عقائدية بحتة، لكنها أكثر وأقرب إلى الحياة. طبعا معنا كمان اليوم ضيف مؤيد معايا، وهو فرير من اليسوعية، من الإخوة اليسوعيين اللي اختار حياة الرهبنة، حياة الترهب. رح نحكي معه كيف حياته بلشها، كيف اختار هذه الطريق، هذا الطريق. فرح يكون معنا لاحقا، لكن قبل كل شيء نبدأ دائما في أخذ البركة والصلاة. تفضل. نعم. أبونا، صباحكم نور أعزائي المشاهدين، نطلع عليكم بهالصباح مع الدكتورة، نصلي مع بعض لأجل هالعالم كله، نصلي ليسوع. بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين. أمين. أيها الملك، أيها السيد يسوع المسيح، يا معلمنا ومخلصنا، نتضرع إليك في هذا الصباح أن تحملنا بنعمة الروح القدس، تشفي أمراضنا وأوجاعنا، تبعد عن العالم كل وباء وكل شدة وكل شر. تعالى وعلمنا كيف نحيا الحياة الحقيقية معك أيها المخلص. تعالى وأقم علاقة شخصية حقيقية مع كل أبنائك. ندعوك في هذا الصباح أيها الرب الإله أن نتعلم معك من الإنجيل المقدس حقيقة شخصيتك أيها السيد. نتعلم من الكتاب المقدس بتلك الأمثال وتلك القصص التي نسجتها لمحبيك وسامعيك في كل مكان، وما زلنا من اليوم وإلى الأبد نحيا ونعيش قصة الإنجيل، بشارة نعلمها للعالم أنك أنت معنا من الآن وإلى الأبد. أمين. أمين يا أبونا، يسلمت أمك على الصلاة اللي دائما إحنا نختار إنه دائما في عملنا ودائما في برامجنا إنه نبدأ بالصلاة، حتى ربنا يعطينا البركة في عملنا وفي كلامنا. أمين. اللي رح نحكي للناس، لأنه أي كلمة بتخرج مني ولا منك يا أبونا أو من الله الضيوف رح بتكون كلمات مؤثرة الناس تتأثر فيها وتأخذها. فنطلب الروح القدس إنه يلهمنا إنه نوصل الفكرة، نوصل التعليم هذا للناس، توصل بصورة تكون أقرب لروح الإنجيل، أقرب لتقربهم من السيد المسيح، تقربهم من حياتنا المسيحية، من إيماننا المسيحي. فبنطلب دائما البركة، ربنا يلهمنا ويلهم ألسنتنا وكلامنا أنه يكون خفيف لطيف وذا ثقافة ومعنى وتعليم للجميع. طبعا بداية زي بداية كل حلقة دايما بحب أني أرحب على كل الأشخاص اللي حاضرين معنا على صفحتنا على نورسات جوردان، بصبح عليهم فردا فردا اللي على المباشر، وأيضا عم يعني بصبحوا علينا من خلال الكومنتات. ومنقول فايق متاروح، جازين يسعد صباحك، ومازن الفاخوري صباحك نور، وإيمان بهجت شرايحة صباحك خير يا ست إيمان، وإيمان الخورية أختك. ونادية نافع صباحك نور، ومنار عماري من الكنترول روم عم بفقد الفيسبوك، وتامر حداد صباحك نور، وبطرس لازار وإيفون حتر كمان عم بيتابعونا، والسيدة أمال السلمان صباحكم نور،
ومنحيي كل الأشخاص اللي هلأ بتابعونا على صفحتنا مباشر، وأيضا منحيي كل الأشخاص اللي بيشاهدونا على تلفزيون نورسات وتيلي لوميير مباشر عبر التلفزيون والتلفزة. بالنسبة لأخبارنا الأسبوعية لهذا اليوم من نورسات، طبعا احنا بالإضافة لنشرة الأخبار اللي دائما بتطلع يوم الجمعة وتعاد يوم السبت، وأيضا موجودة على نور الشرق للي بتابعها من نور شرق الشرق، لازلنا متواصلين معكم بأخبارنا، أخبار الكنيسة في الأردن وأيضا كمان أخبار العالم. بالنسبة لأيضا قداديسنا اللي منبثها نهار الأحد ونهار السبت، لازلنا متواصلين معكم في قداديس تبث مباشرة للي ما بيقدروا يجوا على الكنيسة، أو حرصا على صحتهم من الكبار العمر أو من الأطفال أو من حتى الشباب كمان اللي الوقت بياخدهم إنهم ما يحضروا القداس، موجود قداديس مباشرة نهار السبت والأحد، وبتبقى طبعا على الصفحة اللي ما عنده وقت يشاهدها في وقتها ممكن انه يرجع لها لبعدين ويحضر القداس. فما عندكم حجة، يعني ما عند اي انسان حجة يقول انه ما حضرت القداس. ممكن المناولة ما تقدروا تاخدوها، لكن على الاقل انكم تحضروا القداس، كلمة ربنا، الانجيل المقدس، الوعظة، فتستفيدوا منهم. طبعا انا راح امر على الاخبار اللي عم نحطها من خلال نشرة الاخبار. لازلنا في جو الكورونا والحظر والتعليمات اللي بناخدها من الحكومة، وايضا كل الحكومات بعتقد انها بتتبع نفس التعليمات من وضع الكمامة والحرص على التباعد الفيزيائي والجسدي عن بعض، والنظافة الشخصية واستعمال المعقمات، لأنه لسه لازالت كورونا، وهلا إجت على كورونا مش كوفيد 19، صارت كوفيد 20 و 21. الفيروس المتحور الجديد عم ينتشر بسرعة. مزبوط أنه ما فيش أعداد كتير كبيرة بتكون بالمستشفيات، لكن أيضا اللي عم بنصابوا وعم بتعالجوا في البيوت، لكن أيضا كمان عم بواجهوا بعض المشاكل الصحية. فمنتمنى لهم كل الصحة يا رب، ومنصلي لهم في هذا النهار لكل الأشخاص المصابين واللي عم بيرقدوا على أسرة الشفاء، أنه ربنا يشفيهم يا رب، ويشدد منهم من عزيمتهم، ويشدد بصحتهم انه يقوموا ويرجعوا لعائلاتهم سالمين يا ربي بصحة وعافية. وطبعا احنا فقدنا هذا الاسبوع اشخاص كتير عزيزين علينا من وراء كورونا، يعني في اصدقاء وفي من العائلات من الناس، كل انسان فقد شخص عزيز عليه في هذه الفترة، من عزي من كل قلبنا، والله يرحم الجميع يا ربي، والله يخليكم ويخلي لعائلاتكم يا رب. ونحن هذا الأسبوع كمان عندنا ميشيل رزق المونتير اللي موجود معنا واللي دايما بيمنتج لنا الأخبار، وفقد أبوه أيضا، فنتمنى له الرحمة ولعائلته لميشيل إنه العزاءنا الحار له. طبعا احنا ما بنقدرش انه نحكي كل الاشخاص اللي فقدوا في هذا الاسبوع لانه كثر هن، فمنعزيهم جميعا فردا فردا. بالنسبة لاخبارنا الاخرى ايضا، هناك في عنا تكريم صار من مطرانية اللاتين لرئيس الجامعة الأمريكية الأستاذ دكتور نبيل أيوب، أنهى خدماته كرئيس للجامعة الأمريكية، وإن شاء الله طبعا الجامعة الأمريكية في مادبا، نحن عنا في جامعة مثل الـ AUM طبعا اللي فتحها وقدس حجر الأساس ودشنها قداسة البابا بنديكتوس، هي تابعة للكنيسة اللاتينية، وهي تابعة طبعا البطريركية اللاتينية. فنتمنى التوفيق للدكتور نبيل، وإن شاء الله المستقبل قدامه، وأيضا نتمنى أنه رئيس جامعة جديد ما بين مين، لا بعد لسه طلبات لسه الطلبات مفتوحة، فاللي بيلاقي حاله مناسب وخرج أنه يرأس جامعة يقدم طلب توظيف للجامعة. فبنتمنى التوفيق للجميع.
وأيضا هناك أخبار أخرى عن خلال نشرتنا الأخبارية بتقدروا تشوفوها على صفحتنا نورسات جوردن وتتابعوها للمهتمين. نعم. هذه بالنسبة لأخبارنا هذا الصباح. نعم. بالنسبة لموضوعنا نيجي هذا الأساس يسوع. نعم. المسيح في الإنجيل وبين الناس. اخترنا. نعم. هذا الموضوع بصراحة ليه؟ لأنه يسوع المسيح كلنا بنعرفه طبعا، كلنا مسيحية، ولدنا مسيحيين وأيضا تعمدنا وصرنا مسيحيين، لكن السؤال اللي كل إنسان عليه أن يوجهه لنفسه، خاصة لما بيوصل لمرحلة عمرية يقدر يميز هل أنا مسيحي حق؟ يعني هذا السؤال اللي هل أنا مسيحي حقيقي أم أنا بس فقط في الهوية؟ هل أنا أعيش المسيحية بحق؟ فهذا الموضوع اليوم نبحثه أنا وأبونا جورج شرايحة، وأيضا رح أبونا كمان فرح. مع فرح جازين رح نحكي معه هلا في اتصال هاتفي، وإن شاء الله إنه منقدر إنه نجاوب على كل هاي الأسئلة ونعرف من هو المسيح الحقيقي. نعم. فأبونا اتفضل. هذا الموضوع طبعا بياخد منا دايما تساؤل، كل إنسان بيسأل حاله هل أنا مسيحي حق؟ متى متى الإنسان بيكتشف إنه هو مش إنسان مسيحي حقيقي؟ في حقيقة بعدين الموضوع، يعني في البعد. نعم. الداخلي، البعد الروحي، العلاقة الشخصية الحقيقية مع يسوع المسيح. نعم. وفي ممارساتي التقوية والإيمانية وعيش الأسرار في حياتي ملتزم فيها، لأنه الإنسان اللي عايش علاقة شخصية حقيقية داخلية ما ولا يمكن ما بيزبط ولا يمكن إلا تبين خارجيا. نعم. نعم. يعني من ثمارهم تعرفونهم، حكاها يسوع. اللي بدي أحكيه أنه الشخصية الحقيقية ليسوع المسيح هي الشخصية الإنجيلية. نعم. الشخصية الحقيقية ليسوع المسيح كما هو عرف عنها، كما نقلها التلاميذ المبشرين حسب إشارة كل إنجيل، ركز على بعد معين من شخصية يسوع المسيح. بنشوف مثلا متى ركز على موضوع الملك من داود ووراثة العرش بيسوع المسيح وتلك المملكة التي هي ليس أرضية فقط وإنما تنطلق من الأرض لتكون أبدية وليست كباقي الممالك التي قيمت على الأرض واندثرت بعد مئات السنين وآلاف السنين. وكل إنجيلي يوحنا يركز على الفلسفة مثلا، أعطى بعد، خاطب الناس اللي زي اليونان زي الأغارقة اللي عندهم الخلفية الفلسفية، ما خاطب فيها العرب واليهود والمنطقة حوض المتوسط اللي انطلقت منها بشارة يسوع المسيح. فكل تلميذ وكل مبشر وكل رسول، يعني القديس بولس نذر نفسه للوثنيين، لخراف اللي هي كان يسموها الخراف الضالة. القديس بطرس انطلق من جماعته من الأصل اليهودي اللي عندهم تلك الخلفية، كانوا ينتظرون المجيء. فشخصية يسوع المسيح بكل أبعادها هي متوفرة لدينا، لا بل وبنبوآتها قبل أن يولد يسوع المسيح من خلال العهد القديم، من خلال الأنبياء أشعياء وكثير من الأنبياء اللي تحدثوا عن شخصية يسوع قبل أن يولد، كيف سيكون هذا الملك ومن أي سلالة، كيف يجي، إيش العلامات، مين راح يستقبله، وكلها تحققت في شخص يسوع المسيح. ولكن اليوم أصبح في عنا ممارسات دارجة تناقلاتها، هي ممارسات دكتورة تقوية وليست في جوهر وصلب العقيدة المسيحية والإيمان، أصبحت فيما بعد مغالاة، أصبحت فيما بعد ممارسات يهتم فيها المسيحيين أكثر من العمق، لا بل لا نراهم أيام الأحد ولا نراهم بالتزامهم بالكنيسة إلا في تلك المناسبات إذا كان في أي احتفال ليس هو في صلب ولا هو في 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 جوهر العقيدة المسيحية. إذا أولادهم الأطفال عندهم حفلة لتوزيع هدايا، بابا نويل، سانتا، بيجوا بيلتموا، بتشوف هالكنيسة مليانة، يوم أحد الشعانين مشان يطلعوا يتصوروا ويشوفوا أجمل ثيابهم ويطلعوا، بتشوف الكنيسة. طب يعني كل أحد شعانين بنخاطب الناس بنقول وينكم أنتم باقي الأيام؟ يعني أقل ما فيها بالشهر مرة، ما بنشوفهم إلا بالسنة مرة أو مرتين بالاحتفالات هاي. مؤخراً صرنا على السوشيال ميديا. السوشيال ميديا. بالضبط. بتشوفي. نعم. دكتورة بالاحتفالات الأكاليل مثلاً قبل الوباء وقبل كورونا، هي بتشوفي كيف الكنائس مليانة وفي ناس كثير تستطول نص ساعة ممارسة الطقس الزواج
قضوها برا، يا بيحكوا على الموبايل يا بيدخنوا قاعدين بيحكوا مع بعض، يعني حتى بيستكثروا انهم يفوتوا الكنيسه هالمره اللي جايين فيها واجب. نعم. سواء عزاء او الافراح والاتراح يعني. فصار في فرق زي ما تفضلتي ما بين المسيحي على الاوراق الرسميه المثبته لانه ولد في عائله مسيحيه، وهو لا ممارس لأسرار الكنيسة ولا هو روحيا بعلاقة شخصية مع يسوع المسيح. هلا أبونا مين أنت تديننا؟ مين أنت اللي جاي تحكي لنا هلا أنا علاقة شخصية؟ أنا بصلي ببيتي. لكن أبونا إحنا مش ضد هاي الممارسات، أوكي؟ يعني هذه الشغلات الشعبوية اللي مسميها أو مش التقاليد والعادات وكذا، مو غلط إني أوكي أروح على الكنيسة أشارك العالم بالشعنينة، أخذ هالأطفال نتصور نوقف على درج الكنيسة نجتمع مع بعض نحب بعض، لكن مش هذا اني مسيحي، مش هذا هو يعني افعل هاي ولا تهمل تلك يعني الأساسية. مش هذا الاساس. الانسان المسيحي في امور اخرى طبعا ابونا فرح وانت احنا رح نرجع عليها كمان شوي، لكن هاي الممارسات الشعبية غير كافية. يعني احنا ما مش ضدها، مارسها، لكن في جزء ما لازم تهمله اللي هو الكور، هو اللب بالزبط. هو الـ 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 الينبوع، وما فاض من هذا الينبوع خير وبركة. يعني في عندك الينبوع والمياه الجارية التي تفيض، مثل احتفالات الميلاد وبابا نويل واحتفالات مثلا دورة العذراء برا والشعبية الاجتماعات والشعانين وفرحة الأولاد والتصوير وكذا، وهيك هاي ممارساتنا نحن اللي منمارس فيها شعائرنا، وهذه كلياتها طبعا ممارسات موروثة، وأيضا في طبعا تستمد أصولها من الإنجيل المقدس، وطبعا زاد عليها الناس، زادت عليها الكنيسة من مباهج الفرح ومن مثل زينة شجرة الميلاد. يعني شجرة الميلاد بالزمنات ما كانت هيك، الناس شوي 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 زادت عليها، لكن بدك تنزل انت لأصل الشجرة شو معناها، لأصل الميلاد شو معناها، كيف تقدر تربطه بعقائدنا. احنا هلا جاي على زمن الفصح، زمن الأربعيني، الصوم. ما بدي أصوم يعني بس فقط إنه إحنا بنعرف زمن الصوم امتنع عن اللحمة والزفر والجمعة العظيمة والأسبوع المقدس وإجينا على الفصح، لكن شو غير بحياتي؟ أنا هلا كبرت سنة، يعني كل إنسان من سنة لسنة بيكبر سنة، بس هذه هي سنة هي إضافة. شو ضفت إيمانيا كإنسان مسيحي؟ شو إضافة ضفت لحياتي المسيحية؟ فتفضل أبونا. اللي بدي أركز عليه اللي عايش علاقة حقيقية وشخصية مع المسيح ببين ثمارها. هل بيحكوا إنه هذا الموضوع إنه هذا الموضوع شخصي، وإن أردت أن تصلي بحكي يسوع فادخل مخدعك وسكر غرفتك وأبوك الذي يرى في السماوات هو اللي بيشوفك، ولكن في ناس كثيرين بيحكوها ما بدنا نيجي نصلي، إحنا بنصلي في بيوتنا. يا عمي انت بتصلي ببيتك بس مش مبين، بدك العايش علاقه الحقيقيه، بده يكون طويل، بده يكون في ثمار روح القدس في حياه الواحد، بده بلطف بسلام بمحبه. وبالمقابل كمان في احنا الاشخاص الملتزمين كمان مطلوب منا شهاده، مش دائما بنقدر نعطيها للناس تنجذبهم. انا بحكي دائما بالعظه دكتور انه احنا اللي بنيجي على الكنيسه بنتناول ككهنة وكعلمانيين كمؤمنين موجودين بالكنيسة، ليش ما بننقل يسوع معنا اللي تناولنا لبيوتنا، تشوفوه بوجهنا، الناس من أهلنا اللي ما بيصلوا، أولادنا اللي ما بيصلوا مثلا، لو بيشوفوه بوجوهنا كان بنجذبه ليأخذوا من هالينبوع اللي تفضلتي وحكيتي عنه. بس مرات كثيرة إحنا بنكون زي الفريسيين، تقويات شعبية تعودنا. يعني في ناس بصوموا بسب مثلا، بصوم الصيام الأربعيني بحذافيره، وما بأكل سمك في كل صيام إلا بعيد البشارة وبعيد أحد الشعانين، نحافظ على 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 هذا الصوم، شيء جميل جدا طبعا، على كل تقوياتنا نحافظ عليها، هذا شيء عظيم جدا، ولكن في بالمقابل بدنا نشهد عليه. طب انا صايم وبسب شو استفدنا؟ انا صايم وبكذب شو استفدنا؟
اوكي الصيام مضبوط بس في رافقه الصوم والصلاه بدهم يمشين مع بعضهم البعض جناحين. نعم. العلاقه السويه مع يسوع المسيح فيها جناحين سويين. ما بيزبط اني انا ما اصوم بس عن الاكل وعن الزفر وعن لطلابنا بالمدارس بنحكي لهم كل واحد يصوم عن الشيء اللي بحبه اللي ما بيقدر يتركه. نعم. هذه هي الفكره من الصوم. هي التضحيه بالضبط. لما بدي اصوم بدي اصوم عن شيء. نعم بالضبط. الشيء اللي هو بحس حاله انه تخلى وتنازل عنه تقربا من الله وعيش هيك الهدوء. ليش الواحد بصوم؟ مشان يعيش الهدوء. حتى صوت المعدة الخاوية هيك بصير بتحول لسيمفونية. نعم. تحول لموسيقى. نعم. عطشي وجوعي لكلمة ربنا مش بس الخبز الفاني. خبزنا الجوهري أعطينا. نعم حلو جميل. نحن شباب جاهزين لاتصال أبونا فرح حجازين فأي وقت تعطونا الإشارة فناخد الاتصال. أبونا ما تكلمت به جميل فعلا لأنه في كتير ناس مثلا بتقول لك أنا بصوم عن الدخان لأنه صرنا كتير في ناس كتير متعلقة في الدخان مثلا ما بتقدرش تتركه بتنجن إذا تركت موعد السيجارة مع فنجان القهوة بتقول لك هذا عندي أنا يعني إشي مقدس إشي مقدس ما بنعبس فيه فبتصوم عنه بيصوم عنه. في ناس عندهم السوشيال ميديا صار جديد هلا صار أنواع الصيام جديد بطل على إشياء مادية وهيك صار على الإلكترونية فضائية تقول لك إنه مثلا أنا صايمة عن الفيسبوك خلص ما بدي أشوف في الفيسبوك لأنه أنا كتير عم بياخد من وقتي كتير عم بضيع لي وقتي. الأخبار اللي عم نحضرها خلاص مو مشكلة إنه ما أحضرش في خلال فترة الصوم أو أشوف الأخبار هذا شو عمل وهذا شو سوى وهذا شو طبخ وهذا شو عمل لكن بهذه الفترة إني أقرأ الإنجيل يعني ياخد مش إنك بس توقف إنك تتفرج على الفيسبوك وتشوف لك محل تاني أو إشي تاني تاخذ منه الأخبار لكن بهذا الوقت اللي أنت حرمت حالك من الفيسبوك إنك تشوف إنك مثلا تكرسه لقراءة فصل من الإنجيل المقدس وتشوف تقول مثلا إنه هذا الصوم بالزمن هذا بدي أقرأ مثلا إنجيل متى بدي أقرأ إنجيل لوقا بدي أقرأ 4-5 صفحات باليوم. فهذا هو الصوم كيف إني أمارس إيماني المسيحي كيف أتقرب من شخص يسوع المسيح كيف أقبل يسوع المسيح أنه يكون هو الرئيس حياتي هو الأولوية بحياتي. فمعنا اتصال مع أبونا فرح حجازين. صباحك نور أبونا. صباح الأنوار. كيف حالك اليوم؟ نشكر الله بخير. أخذت الجرعة الثانية من المطعوم؟ طبعا الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة. خلص أنت الآن خلصت يلا بالسلامة يا أبونا. شكرا. تسلم يا أبونا. أبونا اليوم إحنا موضوعنا يسوع المسيح في الإنجيل وبين الناس فأنت يعني بنشهد لك أنت الذي اللي بتحب يسوع وماخته يسوع المسيح هو مالك حياتك فكيف بنقدر إحنا نخلي يسوع يملك على حياتنا ويكون بيننا وبين الناس؟ إن شاء الله. على كل حال يقال على أنه في كل الأمور العلمية لما بترجع لورا كثير بتكون أشياء قديمة. نعم. والناس تركض وراء الأشياء الحديثة ما عدا في الإنجيل المقدس. كل ما رجعت لورا للينابيع كل ما كان إيمانك أقوى وكل ما كان المثل حاضر وفعال في حياتنا. نعم. وللأسف أنه صار في زي هو ما بين يسوع الإنجيل اللي إجا فيه يسوع ويسوع المسيحيين اليوم. نعم. فهناك هو بين يسوع الإنجيل ويسوع المسيحيين وبخاف أنهم مش رايحين يتبقوا في يوم الأيام ويريد طبعا يتبقوا ويوحدوا أنهم يرجعوا ليسوع الإنجيل اللي هو الأصل. نعم. يسوع الإنجيل يختلف اختلافا جوهريا مع يسوع المسيحيين اليوم وإليكم بعض الاختلاف بين الاثنين. نعم. يسوع المسيحيين هو المسيح الذي جعل منه المسيحيون وسيلة لتحقيق غاياتهم الدنيوية المادية فإذا بحثوا عن يسوع إنما بقدر ما يحقق أمالهم وأهدافهم الدنيوية وإذا طلبوه إنما يطلبون نعمه وعطاياه ولا يطلبونه هو. يسوع المسيحيين هو ماركة مسجلة لتسويق مشاريعهم ومؤسساتهم تحت شعار الإنجيل واسم المسيح حتى وإن غاب عنها المسيح همهم النجاح المادي والإعلاني. هؤلاء المسيحيون يشبهون اليهود الذين لم يطلبوا يسوع
بل طلبوا من يسوع ما يلي: أن يؤسس لهم دولة دنيوية يحررهم فيها من استعمار الرومان. متى ترد الملك لإسرائيل؟ ولهذا السبب فقط أرادوا أكثر من مرة أن يقيموه ملكا عليهم. لهذا السبب نرى أيضا التلاميذ يتنافسون ويتشاجرون فيما بينهم من هو الأول في ملكوته، ويرسل يوحنا ويعقوب أمهما تتوسط عند يسوع ليأخذا المكان الأول، واحد عن اليمين والآخر عن الشمال. وتجردهم واتباعهم يسوع طمعا للحصول على المزيد من المزايا، فها هو بطرس يطالب يسوع بالمكافأة: ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك، فماذا يكون لنا؟ نتباهى به ولا نقتدي به؟ انتظروا كما ينتظر المسيحي اليوم مسيحا قويا جبارا، لذا عندما رأوه ضعيفا مصلوبا عاجزا عن تحقيق أمالهم الدنيوية، عندما رأوه مصلوبا تحطمت كل أمالهم وتركوه وحده يجابه مصيره. مسيحي اليوم يريدون مثل اليهود، يريدون اسم يسوع ولا يريدون يسوع، يريدون ثياب المسيح على مثال جند الجلجلة، يقتسمونها فيما بينهم. النتيجة: نقتل المسيح مثل ما قتله اليهود. اليهود عن جهل، نحن عن وعي. قال القديس بطرس في عبادته الأولى بعد العنصرة: ذاك الرجل الذي أسلم بقضاء الله وعلمه السابق فقتلتموه إذ علقتموه على خشبة بأيدي الكافرين، قد أقامه الله وأنقذه من أهوال الموت. يسوع الإنجيل الحقيقي هو يسوع المتواضع والمتسامح حتى للأعداء. يسوع الإنجيل هو يسوع محب الخير والعطاء حتى التفاني. هو يسوع الذي يعطي الأولوية للإنسان وخلاص الإنسان فوق كل قانون وشريعة، لأن السبت والهيكل في خدمة الإنسان وليس العكس. هو يسوع الذي لا يباع من أجل المال، على مثال يهوذا الذي باعه بثلاثين من الفضة. وكم من مؤسسة مسيحية بنيت على اسم يسوع ثم باعت يسوع من أجل المال. نعم، من أجل المال. هو يسوع الذي يدعو لتغيير الذات والانتصار على الأنانية والبغض والكراهية، لا أن نغير الآخرين بل نغير، نبدأ بتغيير الذات. هو يسوع الذي يلزم بمحبة شخصه فوق كل شيء: من كان أبوه أو أمه أحب إليه مني فليس جديرا بي. هو يسوع الخادم وليس المخدوم. هو يسوع الذي يضحي بذاته من أجل الآخرين ولا يضحي بالآخرين من أجل ذاته. أنهي كلمتي بهذا السؤال: لأي مسيح تختار؟ مسيح الإنجيل فتضع نفسك في خدمته، أم مسيح المسيحيين فتضع المسيح في خدمتك؟ سؤال يريد كل واحد فينا يجاوب عليه، وحسب الجواب أن يعيش إيمانه ويسوع الذي جاء في الإنجيل، وليس المسيح الذي صنعه المسيحيون بعيد كل البعد عن مسيح الإنجيل. هؤلاء المسيحيين اللي مثل ما قال غاندي في يوم الأيام كان يبحث عن الحقيقة، وفي بحث عن الحقيقة في يوم الأيام دخل إلى كنيسة يصلون فيها البيض فطردوه منها، عندئذ قال كلمته المشهورة: إني أحب المسيح وأكره المسيحيين، ولولا المسيحيين لصرت مسيحي. وشكرا للإصغاء. شكرا يا أبونا على هالكلام. أبدعت أبونا، أبدعت. حلو، في لخص القضية موضوع كلياته. فعلا أبونا، يعني الإنسان المسيحي يرجع للجذور، يرجع للإنجيل، وليس الإنسان المسيحي أو المسيحي اللي خلقناه نحن مع متغيرات هذا العصر. فهذا سؤال يعني بطرح أنه من تريد أن تكون. فشكرا يا أبونا فرح. العفو. يعني أنت دائما يعني هذه مش ما بتفاجئنا، أنت بكلامك أنت يعني دائما إحنا عارفين زبدة الكلام دائما تخرج من فمك. شكرا لك يا أبونا.
شكرا لكم، واحنا ان شاء الله دائما على استعداد لخدمة كلمة ربنا وخلاص النفوس. اكيد ان شاء الله بنضلنا على تواصل. صباحك نور ابونا. شكرا لكم. اهلا. هلا. اهلين. الله معكم. هلا. اهلا. جميل ابونا السؤال هذا اللي دائما نطرح نفسنا له، يعني دائما نطرحه بينه وبين حالنا، هل انا عم بعيش مسيحيتي زي ما يسوع بده؟ هل انا عم بآمن او مؤمن او بمشي بإيماني زي ما المسيح بده؟ احيانا كثير بنجاوب على هذا السؤال، لكن جوابنا بخلينا مبتعدين عن سيد المسيح، مبتعدين عن الكنيسة. ليه؟ من أخطائنا اللي بنعملها، من خطايانا، بتقول مستحيل مستحيل إني أكون أنا مسيحي زي ما بده يسوع المسيح، أو زي ما عم تطلب مني الكنيسة، مع أخطائي ومع نزواتي ومع طريقة يعني سلوكي الحياتي، فأكيد أنا مش مع مسيحية. فبيعيش بالحياة، وبتكون هاي الفجوة اللي حكى عنها أبونا فرح بين الإنسان المسيحي الحقيقي وبين المسيحي اللي بالهوية اللي أنشأه لحاله. فلما الناس بتسأله أنت شو ديانتك، بقول لك أنا مسيحي، لكن هل أنت مسيحي مثل ما أراد السيد المسيح، مثل ما هو مكتوب بالإنجيل؟ أنا مسيحي القرن 21 اللي على الإنترنت مرة بالسنة تحضر القداس، عادي بنعمل شجرة وكريسماس وبالبيت منصوم، ماما بتجبرنا نصوم أو أهلنا بنجبرنا، ما بتطلع لصيام بناكل الموجود مش فارقة معانا، لكن حياتنا كمسيحيين أعيشها التغيير، أكون شخص مختلف زي ما حكينا نحن بحلقة القداسة إنه ما معنى مقدس، إني أكون شخص مختلف، أمارس حياتي المسيحية وأكون شخص مختلف، الناس تطلع علي وتقول ليش هذا مختلف؟ لأنه ماشي كما السيد المسيح أراد بإنجيله وطلب منا، أفعل المحبة، محبة الآخر، في علم المساعدة، مساعدة الآخر، أحبب ما لنفسك، أحبب لغيرك ما تحب لنفسك. طلب منا كمان يسوع المسيح أنه هو يكون دائما في حياتنا وقت الشدة، وقت المرض، وقت الصعاب، ولا تخافوا أنا معكم، لا تخافوا أنا معكم إلى منتهى الدهر، لا تخافوا ولا تضطربوا، إني قد غلبت العالم. هاي كل الكلمات هذه، يا رب شدد من عزيمتي، يا رب أنت معي فلا يعوزني شيء، يا رب مزامير اللي كانوا القديسين دائما يرددوها عشان يشددوا من عزيمتهم. إحنا ما منقول إنه الأشياء اللي عم نتعرض هلا مثلا مؤخرا مع المرض مع كورونا، كتير سمعت من شباب يقولوا إيش هاد، ملينا، زهقنا، إيش هاي الحياة، حياتنا بطل إلها معنى، حياتنا صارت ملل، حظر يوم الجمعة بطل فيه بنقدر ساعات الحظر الليلي نطلع ونروح ونيجي نمارس حياتنا الروتينية زي زمان، لكن قدرت نتكيف، قدرنا نتكيف مع كل هاي التغيرات. فتكيفنا مع هاي التغيرات كيف؟ لما أنا أعرف السيد المسيح بقدر كمان أتكيف وأصير إنسان جديد بغض النظر أنا شو عملت وشو سويت وشو أخطأت، لكن يسوع المسيح دائما فاتح ذراعي إليكم وبطلبكم إنه ترجعوا له ويلمكم بحضنه ويغفر لكم خطاياكم بالصلاة والتوبة والرجوع إليه. فما تفكروا إنه فات الأوان، لآخر يوم بعمرك، آخر يوم، آخر دقيقة في عمرك بتقدر إنك أنت تستغفر ربنا وتندم وتعود إلى حضن الآب، لأنه هو خلقك علشان يضل معاه، مش خلقك علشان تضيع في متاهات الحياة. بس لازم تعرفه، عشان تكون معاه لازم تعرفه. بدك تروح في حضن الآب ما بتعرفه، فكيف بدك تعرفه؟ من خلال حياتك الأرضية اللي عايشها، اللي خلق لك إياها إنك تستمتع فيها. فشو رأيك أبونا؟ نعم، المخزون الروحي للكنيسة غني عبر آلاف السنين. احتفلت الكنيسة اللي بتعتمد التقويم البيزنطي، التقويم الشرقي، نعم، أحد أول مبارح الأحد الماضي، في الابن الشاطر بالضبط. هاي اللي كنت تتحدثي فيه الموضوع طوالي، وانت بتحكي خطر على بالي الآب السماوي والقصة اللي أعطاهم يسوع، كيف كان بيستنى فيه،
كيف كان على مكان عالي واقف. الأب كل يوم بيطلع الصبح بيستنى ابنه تيجي، فربنا يسوع بيجي بيستنانا قاعد، فهو ما راح يحاسبنا على خطايا الماضي باللحظة اللي احنا بنعترف فيها، باللحظة اللي احنا بنتوب عنها، لأنه اعتراف بدون توبة هو بس هيك يعني تفريغ، بصير كأنه عند طبيب نفسي جاي عند الكاهن بده يطلع بس اللي بجعبته ويسحب حاله ويمشي. لا، ما هي بدها في دائما بالمصالحة في يوتر لازم يتم، هذا تغيير المسار الجذري، يعني طريق ثاني مختلف بده يلف ويرجع. لما يكتشف الإنسان أنه ماشي الطريق ما بيوصله، حاول يفكر الإنسان منذ بدء الخليقة عن الأشياء اللي ممكن تعطيه هذا الشعور بالسعادة، يعني ما قدر الواحد يعيشها إلا جوا حضن الكنيسة. حتى بعلاقته مع يسوع بدها تكون حضن الكنيسة، يعني بكفي يكون عندي آب سماوي، بكفي يكون عندي آب بشري بالعائلة، بس بدي إخوان، بدي عيلة، الكنيسة هي اللي بتأمن. وبنشوف الحياة الرهبانية كمان شوي بحكينا الفرير عن كمان حياة الجماعة الرهبانية، احنا عشناها بالسيمينير بطريقة مختلفة. لسه الرهبان وخصوصا اليسوعية، الرهبانية اليسوعية اللي منها قداسة البابا، يعني هذا يكفي ان الحديث عن موضوع الكلمة وثقافة اللوغوس اللي هي ركز عليها القديس يوحنا في الإنجيل، هي اللي بنجدها حية وزاخرة وغنية في الرهبانية اليسوعية. كنا نسميهم احنا الرهبان بالجامعة اللي بدرسونا والشباب المعنى الفريوات والخوارني اليسوعية، هم كهنة الحكمة، هم العلماء الموجودين بكنيستنا بتلاقيهم بالرهبانة اليسوعية. يعني دراستهم من أكثر رهبانيات دكتورة تستمر في الجامعات لأكثر من 7 سنين. نعم. إحنا الطب عندنا 6 سنين، هم بدرسوا أكثر من أطباء. وكثير من المدرسين دكتورة من الرهبانة اليسوعية كانوا أطباء ومهندسين، في كثير منهم أطباء ومهندسين تركوا الحياة العملية في تخصصهم. والحلو في رهبني اليسوعية وما يميزها، المناصب بتدور عندهم بحلقة دائرية. يعني فترة كنت أروح عند رئيس الدير اللي موجود في بكفية بلبنان، بعد فترة جيت لقيته حاطينه الحارس اللي على الباب. رئيس الدير بعد فترة بلف فيه، كل واحد دور له بس لازم يلفوا على كل الرئيس الدير الأكثر واحد بفهم فيهم بتلاقيه صار بالمطبخ بعد فترة. نعم. بطبخ لهم، هو بيقدم لهم الأكل، هو بينظف وبيكنس. وشفناه كثير مع رهبان بالأجر حتى بالأردن، يعني بلش بنهاية القرن الماضي نشوف، يعني ما كنا نشوف زمان دير مثل دبين مثلا زي ماعين، كل هاي الأجرة اللي عم تنشأ اليوم في الأردن، لأنها الأردن هي أصلا النبع والمصدر انطلاقا من النهر المقدس من منطقة المغطس. هاي كلها كانت الأجرة اللي بيعيشوا فيها الرهبان. نعم. ومكتوب وموثق هذا الكلام، مش إني أنا هيك حاب أعمل سياحة دينية للأردن، مش موضوع سياحة دينية قد ما هو موضوع موثق في السنكسار في سيرة القديسين، مكتوب: وقد عاش على ضفاف نهر الأردن، وأخذ من سكت له في بقعة من المكان الذي اعتمد فيه السيد المسيح. وفي كثير من الراهبات والرهبان اللي صاروا قديسين وقديسات هم عاشوا في هذه المنطقة، هم قدموا لإثراء ثقافتنا وحضارتنا الروحية. احنا مش كنيسة عمرها 100 سنة ولا 200 سنة، هاي آلاف السنين في غنى متوارث، واللي إن شاء الله نقدر احنا كمان نورث الأجيال القادمة، نعطيهم ثقافة يسوع الحقيقي، يسوع الإنجيل، يسوع اللي بحب كل واحد يتعلم عنه يقرأ الإنجيل. أبونا أنا ختمت الإنجيل مرتين. طب احنا بالجامعة كل فصل فيه كان مواد يتدرسوا، وبعد اليوم بتفاجأ بآيات بشوفها كأنها جديدة علي، لأنه كلمة الله بالكتاب المقدس معاشة بنعيشها بحياتي، تتعامل حتى مع المتغيرات اللي بداخلي، مشاعري، الكيمياء الجسم تاعي، الغضبي، هدوئي، سكينتي، كلها بنشوفها بالكتاب المقدس. يعني صالح للتعليم بحكي عنه القديس بولس اليوم وللغد، ولا كان صالح من بالأمس، هو كلام غني في حياتنا. إخوتي الأحباء، دعوة إلى مثل ما حكى الدكتور قبل قليل بالصوم بالزمن 40 الجاي، يعني دعوة إن نفوت على الكتاب المقدس، نفتح باب الكتاب المقدس، ومن هذا الينبوع الحي اللي مثل ما حكت المثال الدكتورة قبل قليل، هو هل بفيض على كل العالم النعم، ولكن النبع الحقيقي هو يسوع المسيح. من يشرب من هذا الماء، ماء يعطيه كلمة يسوع المسيح، هذا الماء لا يعطش أبدا. هذه هي حكمة الكتاب المقدس، أنه
يعاش بكل تفاصيل حياتي، وأنا فرحان وأنا حزين بعزيني. كلمة ربنا أخوتي الأحباء بتعزي بتفرحني، وأنا مبسوط. رنموا على الأوتار، غنوا على دف وعود بالمزامير، كانوا يرقصوا ويغنوا. وزي ما حكيت حضرتك قبل فترة لما قلتينا كيف الكنيسة بأفريقيا كيف بالقداس بينزلوا يدبكوا بيمسكوا بإيدين بعض ويزمروا وهذا موجود بالكتاب بثقافتنا. يعني هذا بس اليوم إحنا بنشوف إنه الكنيسة بعد 2000 سنة صارت مؤسسة مرتبة وإدارية، بطلت الفوضى فيها، أقل أصبحت، ما بنقول انتهت الفوضى بحياتنا. ففي في في كثير في أماكن نشوف فيها فوضى، ولكن الحقيقة دكتورة إنه هذا التنظيم والترتيب أعطى للقداس، إنه القداس وخصوصا القداس البيزنطي هو ملوكي واحتفالي. تشوف فيها البذلة الكاهن، فيها كثير من التركيبات والقطع بالكمام وبالزنار يعني اليوم نشوف الكنيسة الغربية خففوا شوي اللباس المزخرف بالضبط. وإحنا ككنيسة روم ملكيين كمان تابعين للفاتيكان كمان سمحونا أن نلبس حتى الزخرفة كمان بالأيقونات مثلا وبمنظر الكنيسة الخشب بالتفاصيل. نعم، أحيانا هذا الشيء أبونا اللي بيبعد الشباب الحاضر لعن الكنيسة، لما بشوف مظاهر الزخرفة والمظاهر مثلا الفخمة للكنيسة للأسقف للخوارنف عند بقول لك هذا زيادة، يعني هذا شيء مظاهر زيادة، وبتبعد الإنسان المؤمن إنه لأنه مش فاهم مش فاهم ليش هذا اللبس، ليش هاي الفخامة، ليش الكنيسة بهالزخرفة هاي، مش كان وفروا كل هاي الزخارف وهاي المصاري على اللي عملوا فيها الكنيسة خاصة في بناء الكنائس الجديدة، مش وفروا وعطوها للمحتاجين ويساعدوا فيها الناس. في كتير من هذا الجيل هذا هو منطقه، انه ليه هالزخرفة، ليه هاي كل الكنائس بتصرفوا عليها بأمورها، فببعد بقولك انتو كنائس مادية، انتوا بس بتهتموا بالمظهر، انتوا دائما بتهتموا في الشعائر اللي ورثتوها عن الكنيسة الاولى. لكن لو فهم الشخص، على فكرة هذا شيء جديد رح احنا نحطه ونعمله على نورسات في برنامج خاص، انه كل هاي الرموز شو معناها، معناها الحقيقي كيف صارت، ايش اصلها، معناها الحقيقي، لانه ليش الخوري والاسقف بيعمل هاي الحركه، هل حطيناها كمان هذا الشيء مثلا لما بيصلي شو معناته، ليش الاسقف بلبس هذا اللباس، ليش بتغير الالوان بالليتورجيه والطقوس، بيصير لون نهدي، لون اخضر، لون ذهبي، لون ابيض، وبلبس مره احمر، هو عزاء جعبال اليوم البس احمر او جعبال اليوم البس ابيض او اخضر، ليه هذا رتب، هذه رزنامة لترجية لازم تفهمها، انه ليش اخذ الزمن العادي اخضر، اعياد السيدية مثلا الابيض بالاحمر، الفصح مثلا الزمن الاربعيني بالنهدي، الليلة هلا قريبا رح تشوفوا بالكنائس الكاثوليكية اللاتين مثلا انهم بصيروا يلبسوا اللون البيربل النهدي الليلة. فتغير الالوان له معنى، الزخرفة لها معنى، ليش المطران والاسقف الخوري بيلبس الطاقية، ما بيلبس الطاقية، بشيل الطاقية، بحط الطاقية، ليش بلفوا بالانجيل بالكنيسة، ليش الانجيل لازم يكون بهالاطار المذهب، يعني هاي كلياتها لها بالضبط معاني، لها معاني. ومن العهد القديم يعني بداية اول من بنى لما قال له بدي ابني انت تبني، يعني ربنا بتخيله هيك تبسم وضحك لداود بيقول له انت بدك تبني لي بيت، نعم يعني استغرب ربنا انه داود بدك تبني لي بيت، ومع ذلك ابن سليمان كمل الفكرة وبنى الهيكل اللي أصبح المزار العالمي من اليهود بكل العالم، يجوا بوقت عيد الفصح بكل ويجوا يصلوا. فكانت الفكرة منذ العهد القديم، يعني أنه خصصوا قبل ربنا، يعني شافها زي بحكوها بالمثل الشعبي الداوج غني وبحب الهدية، نعم. يعني هيك ربنا فرح أنه صار في مكان في لوكيشن محدد، وكتب التفاصيل موجودة بالكتاب المقدس، بتشوفي تفاصيل طول الخشب قديش يكون، نعم. القوس ليش، القدس الأقداس المغلق اللي بنحط فيه الوصايا العشرة جوا تابوت العهد الحجري المحطوط جوا اللي ما بيدخلوا إلا مرتين، ممنوع يدخلوا إلا رئيس الكهنة،
وإذا فات وتأخر ما بيقدروا الشمامسة والكهنة اللي برا يطلعوه، فكانوا يربطوه بحبل بخاف إنه لا سمح الله يصير شغلة وهم ما يقدروا يفوتوا يطلعوا جثمانه ويسحبوا سحب الحبال. فهذا الإشي مش إحنا اخترقناه اليوم كنايسنا، هاي إحنا بدعة طلعناها وإجعبالنا إنه لكان بيوت شقق مفروشة عادي بيوت بنعملها، ولكن هذا منصوص عليه وكان في بالعهد القديم. يعني هذا الكهنوت اللي إحنا اليوم أخذوا أعطاه يسوع، أنا ما جئت لأنقذ الناموس بل لأتمم. يعني في حلقة أساسية، يعني ما بصير واحد يفوت الجامعة بدون ما يحصل على التعليم الثانوي تيفوت الجامعة. إحنا خلصنا المقرر والعهد القديم، هلا مع يسوع المسيح بلشنا الجديد. ولكن بهاء بيتك يا رب هدمم، يعني بنصليها دائما بهاء بيتك يا رب من جماله. هلا الأواني اللي بيشوفها فكروها الناس الشباب اليوم فكروها ذهب، عشان هي مطلية مطلية هي بس مش ذهب نقولهم منها، هي يعني في 100 دولار بالضبط بتجيب الكاس بالضبط، وفي ناس بتستخدم الخشب كمان يعني بس هاي الفخامه وهي هاي الجمال. كمان احنا بنعتقد انه ممكن طليق في بيتك بالزبط. يعني ادم وحواء قايين وهابيل، انه الغيره اللي صارت انه قدم افضل ما عنده بالضبط، والانسان هذاك اخذ اعطى اي حاجه زي ما اقول المصري. فاللي قدم كان نظره ربنا له غير، لكن ما حاسبوا على هذا الشيء اللي صار، انه الشيطان اللي دخل بيناتهم وخلاه يقتل اخوه. لكن كان يستحسن ربنا انه عم بيقدم باكوره مثلا منتجاته، باكوره بالضبط هي الفكره، احسن ما عندي اقدمه أحسن لربنا، حتى احسن لباس البسه عندي من خزانتي لما بروح على الكنيسه، احسن شكل أظهر فيه عند حضوري لأمام الرب، أصلي فرحي يظهر علي. فربنا بنظر لهذا الشيء وبقدره، عشان هيك لما بدي أبني بيت لربنا وأصلي فيه وخلي جماعة المؤمنات تصلي فيه، بدي أحط فيه أحسن ما عنا من هندسة ومن ديكور ومن خشب ومن رخام. مزبوط ممكن ناس تشوفوا أنه بذخ، وممكن هاي المصاري توفر للمحتاجين والمساكين وهيك مزبوط، يعني المحتاجين والمساكين في إلهم ناس تساعدهم كمان، بس لما بدي أعمل شيء لربنا أنا وقادر أني أعمل إله أعمل أفضل ما عندي. مش طبعا يعني في بعض الجماعات مثلا بيصلوا بأماكن بيكونوا يعني ما بتكونش خرج وطليق انه يكون في جسد يسوع المسيح ودم يسوع، لازم يكون في المكان له مهابة هيبته، لازم يكون المكان له يعني رونقه قدسه، لانه هذا مكان ما لا تطأ اقدام اي اقدام، لا تطأ ايدي تمسوا اي ايدي. ف بدناش احنا نكتر من هاي، بدناش نتأخر كمان على ضيفنا. شباب اذا بتقدروا تدخلوا الضيف عنا، وخلال هذه الفترة سأعرج على المتابعين ومشاهدينا اللي تابعونا الان على صفحتنا، ومنصبح عليهم نقولكم صباحكم نور. ورح اذكرهم وأذكر أسئلتهم: بسمد عيبست وسامي بواب وسعيد أزار وفي تريز جميل ورامي دراوس ولبنى هيثم عجيلات وفاديا نصروين وكيتي منصور ويارا سلكاوي واليوسف فارس مروان تادروس فيلمينا نصار وصباحك نور يا ست فيلمينا. وكتبت لنا: أرى أن أصعب شيء في الحياة أن تكون مسيحيا حقيقيا، لما لمعنى المسيحية الحقيقية من عمق وأبعاد. إنما في هذا العالم المليء بالشر والكراهية والأنانية والمصايب الاقتصادية والمجتمعية ووصف الإنسان المتسامح بأنه ضعيف وعديم الشخصية، هل من إنسان يستطيع أن يكون مسيحيا حقيقيا؟ إذا كانت الوصايا العشرة تقول: وإن أخل أحدكم بواحدة فقد أخل بالكل، كيف أعيش بمصالحة مع نفسي وأكون راضية داخليا بأني أعيش مسيحيتي كما يريدها لي السيد له المجد؟ شكرا لكم على هذا الموضوع والنقاش الجاد والهام. شكرا لك فيلمينا نصار. نحن كمان شوي هلا من كمان مش منجاوب او منرد، لانه انت كتبتي شيء حلو، الانسان لازم يساله هذا بينه وبين نفسه.
ميادة بطرس وناصر دعيبس، صباحكم نور. نهيل الحاج وجدان دبابني، لا تهتموا بشيء بل كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر، لتعلم طلباتكم لدى الله مجد مجدا للرب. جنان أبو الناصر وهيا حتر ونمر حنا وميسون إلي وتغريد المشربش رائد مصاروي وميسون حداد وفادر ميخائيل سلام سلامة ومجدة البير. شكرا لهذا التوضيح الرائع. وبنرجع مرة تانية فادي حنانية ونهيل الصفدي خوري وعبير العسافين الدبابنة. ورجعنا للأول وإحنا حكيناهم، منصبح عليكم ومنصبح على سامر القنصل ومنار الريحاني ونزار حجازين اللي انضموا لنا الآن. صباحكم نور وإن شاء الله بتكونوا مستمتعين بحلقتنا ومستفيدين منها أكثر، مش بس الاستمتاع كمان نستفيد منها. ومنرحب بضيفنا الأخ مؤيد معايعة وهو من أخوية الرهبنة اليسوعية. صباحك نور فرير، كيف حالك؟ الله يسعدك، بالعكس نحن شاكرين لك حضورك ووجودك معنا في هذا الصباح. الله يسلمك يا رب. أخ مؤيد فرير أنت أو أخ بسموك يسوعي، احكي لنا عن حالك، يعني كيف هيك، يعني أنه أول مرة بشوف عنا في الأردن. طبعا نحن نعرف المركز اليسوعي صار له سنين عنا في الأردن مؤسس ورهبنة بتيجي، لكن أنه يصير في من أردني. أردني برهبنة اليسوعية، كيف كانت حياتك، كيف اخترت هذا الطريق؟ يعني قصة طويلة. أول شيء شكرا، وشكرا أبونا على دعوتك. يعني هاي النقطة أنه أنا أخ يسوعي اكتشفتها بعدين. نعم. بمعنى أنه يعني أنا دخلت الرهبنة ما بعرف أنه أصلا ما في يسوعي من الأردن. نعم. كانت بالنسبة لي مفاجأة أنه أنا أول يسوعي أردني. نعم. يعني لأول مرة حسيت فيها نوع من المسؤولية. أنا اسمي مؤيد معايعة من مادبة بالأصل. مادبة هي منطقة في قريبة من عمان، بس هي قريب من جنوب عمان الأردن. تبعد طبعا جامعة مادبة اللي حكينا عنها الأمريكية، هي في مادبة منطقة الأخ مؤيد، وهي مادبة مونتنيبو مقام النبي موسى، مدينة الفسيفساء ومدينة الفسيفساء وأقدم خارطة فسيفسائية في العالم، فهي مدينة أثرية ومذكورة في الإنجيل المقدس كمان عبر التاريخ. ويعني أنا خلصت دراستي كباقي الناس، درست بالجامعة الأردنية، خلصت هندسة صناعية ومن بعدها اشتغلت بمجال الاستشارات الإدارية حوالي 8 سنين ونص لغاية سنة 2014. كنت عم بفكر صار لي فترة بطريق مختلف لحياتي، وبالصدفة تعرفت على الرهبنة اليسوعية وأنا كنت بالخليج بتلك الفترة، يعني فمش من هون، ما بعرفهم كثير من هون، فصار الحكي شوي مع الرهبنة شوي شوي، يعني دراسة هندسة وشغل واستشارات وغربة، وبعدين اكتشف إنه الحياة مش هون. هذا كنت أحكيه قبل ما تتفضل، كل اليسوعية اللي درسوا هنا هم مهندسين ودكاترة بالجامعة بلبنان. بتصادف هيك، ما بعرف هل هي صدفة. أنا بسميهم خوارة الحكمة، لأنه يعني اليسوعية يعني هي العقل المدبر للكنيسة الكاثوليكية. يعني ممكن لأنه اللي بنضم لإلهم هن بيكونوا بعد عمر يعني متقدم، مش زي مثلا الكليريكيين اللي بيكونوا على عمر 12 سنة وبدرسوا فيها وبعدين بيكملوا. مش شرط، يعني حاليا في بدخل ناس بأعمار صغيرة شوي، بس على الأغلب بكل بكون بدخل مخلص على قليل جامعة، والأغلبية العظم بتكون خلصين متجوز؟ يعني مشتغلين. لا لا الرهبان ما بصير. صح، الرهبان خلاص. شو السؤال بس يعني أنا استغربت. بس المعظم الحاليين الموجودين على قليلة بالإقليم تاعنا اللي هو منطقة الشرق الأوسط، معظمهم بدخلوا شوي متأخر، بكونوا اشتغلوا واختبروا الحياة وبعدين فكروا بطريق مختلف يلاقوا حياتهم فيه. يعني يمكن أنا كنت من هدول الأشخاص، دخلت بال 2014 وهي تقريبا سنة السابعة إلي بالرهبنة. مسيرتنا طويلة بالتكوين، بتبدأ بمصر تقريبا، كل الإقليم نلتقي بمصر سنتين مرحلة الابتداء، وبنهاية السنتين بننذر نذورنا
الرهبانية، وبعدين بنبلش مرحلة الدرس، ومرحلة الدرس برضو طويلة جدا عندنا. نعم. تبدأ المرحلة الثانية بلبنان، بندرس فيها الفلسفة والحضارة العربية الإسلامية، بالإضافة لبعض اللغات الفرنسية الإنجليزية العربية لتحسين لتقوية اللغة، والاهتمام ببعض المهارات يعني المواهب الشخصية، الموسيقى، الفن، اللي بتساعد بالرسالة لقدام شوي. فأنا تقريبا يعني خلصت مرحلة الابتداء وخلصت مرحلة لبنان، وجديد انتقلت على تعينت بالأردن بشهر 9. هلا أنا بمرحلة ما بعد الفلسفة وقبل اللاهوت، هي مرحلة بنسميها بالرهبني وبكلمات الرهبني ريجنسي أو ريجونس بالفرنسي، اللي هي مرحلة العمل الرسولي مجبر اليسوعي اللي بمر بتكوين نحو الكهنوت، إنه يعمل هدول السنتين على الأقل بإحدى نحكي جماعات الرهبنية. نعم. ولازم يشتغل بإحدى مؤسسات تابعة للرهبنة، والهدف إنه يتعرف أكثر على الرهبنة، على رسالة الرهبنة، يشوف فعلًا هل هي هذه الحياة التي أريد أن أعيشها للأخير بعد هالتكوين الطويل. فأنا عينت هنا بجماعة، ما عندنا غير جماعة واحدة، هي الجماعة الجبل حسين. نعم. المركز اليسوعي، وبشتغل بمؤسسة تابعة للرهبنة اسمها الهيئة اليسوعية لخدمة اللاجئين. عم نتعامل مع اللاجئين بدعم تعليمي، دعم نفسي، زيارات مرافقة للعائلات للاجئين. نعم. فهي خبرتي حاليا اللي عم بعيشها. أخ مؤيد، هلا أنت بمرحلة إيش بسموك بالضبط الوصف؟ هلا إحنا مسمى الإخوة دارسين. إخوة دارسين. لأنه مرحلة الدرس. وبعدين بتصيروا أبونا. منصير كهنة. تسمى كهنة. بعد يعني مشكلة طويلة للمسيرة، يعني حوالي 12 سنة بين التكوين، يعني ضايلة كمان 5 سنين تصير أبونا. تصير أبونا. هلا بتساعد الكهنة بال بما يحتاجوه، باللي بيقدروا عليه طبعا. بالقداس مثلا، يعني حسب، مش في كل الأماكن، يعني في ثقافات ما بتقبل مثلا لسه راهب مثلا يساعد كثير بالقداس. نعم. مناولة، في ثقافات تقبل فحسب الأماكن يعني. نعم. أنت لما بيقول واحد راهب يعني بفكروا أنه راهب متنسك قاعد ببيت بيضلوا بيصلي أو إلى آخره، بس هو أنه راهب برضو كمان بيعمل مع مثلا اللاجئين المهجرين. إحنا الرهبني اليسوعي رهبني إرسالية بالأساس. نعم. يعني دعوتنا ليست مسكين، ما بنقعد في البيت، ودائما مرسلين. هاي الفكرة الأساسية، لهيك كمان حتى اليسوعيين معفيين من مثلا صلاة الفرض. تحديدا اليسوعيين في عنا إعفاء بسبب إنه مشاغلنا ورسالتنا وحياتنا. حلو. حياتنا الجماعية موجودة لكن كمان محدودة، أقل من الجماعات الثانية، شوي مختلفين اليسوعيين عن باقي الحياة، لأنه بسبب الرسالة، يعني الرسالة هي الأولوية في حياتنا. أخ مؤيد، بدي أسألك كيف كان تقبل أهلك، يعني أبوك، أمك، إخوتك، إنك أنت بدك تترك كل هاي الحياة وهالدراسة اللي درسوك فيها؟ أهلك الهندسة أكيد كلفتهم وتعبوا عليك وشافوك بدهم إياك متجوز وعندك عيلة ولا آخره، وأنت قررت تترك كل هذا الشيء وتقول أنا بدي أترهبن. فكيف كان وقع هذا الشيء على أهلك؟ هل عندكم أنتوا مثلا من العيلة ناس خوارنة رهبات بتأثرت فيهم؟ يعني قبل ما نوصل لأهلي، هو كان صعب علي كمان، ما كان سهل القرار. نعم. اللي أخذته تقريبا أخذ معي بين 3 سنين و4 سنين بفكر بالموضوع. نعم. صار معي شوية أحداث بحياتي خلتني أبلش أسأل أسئلة مختلفة لغاية ما وصلت لهالقرار، يعني أخذ وقته وكان مؤلم، ما كان كثير سهل. إيش الأحداث اللي عملت لك هل يعني زي اللي حكى أبونا اليوتيرن؟ يعني بالنسبة لي كانت أحداث يمكن للأسف كانت مؤلمة بحياتي، موقفين أو 3، يعني ما في داعي أذكرهم، بس لا بس يعني مثلا أحداث حطتني أمام حالي. نعم. وين رايح، وين عايش، وهاي الأحداث خلتني شوي أفقد. يعني قبل هاي الأحداث ما كنت تفكر، يعني ليه عادة إحنا من دائما لما يصير في عنا حدث أو شيء شوك، بصير الواحد يطلع يقول لك وقف عندك وعيد تقييم حياتك، شو الأهم بحياتك؟ مرات ربنا بيسمح لك، هو اللي بيعمل مرات ربنا الموقف، يعني مرات هو بده ياني بيكون في دعوة، في دعوة بده ياني بيكون، بس أنا مطنش، فمرات بيعمل ربنا مرات خلص بده إياك. بدياك فبعمل هاي بالضبط، يعني مقصودة الصدمة، هاي بالزبط الشغلة يعني بالضبط. انا عفوا اخذت منك. لا 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 بالعكس. صح.
يعني هلا انا خبرتي الشخصيه كانت بدات نحكي بالالم، بس في كثير ناس انا بعرفهم كانت خبرات فرح، يعني اختبروا فرح كبير بالحياه وبس بحسوا انه فارغ، كانوا عم يدوروا على شيء ثاني. فيمكن الله بيشتغل حسب كل شخصيه كل انسان، وضعه وطباعه. يعني انا بالنسبه لي كانت الوقفه الاساسيه بحياتي خبره الم، وكان لازم افكر شو عم بصير معي، وبلشت وقتها شوي اعدل بحياتي، اظبط بحياتي، وبلش يجي سؤال. وسؤال كنت احسه مش محله احيانا، انه هل هي الطريق بدي اكمل فيها؟ هل في طرق اخرى؟ شو ممكن يكون هالطريق؟ وين ممكن يكون؟ وخصوصا اني كنت بغربه بالامارات، ويعني بالامارات الوضع يعني الكنسي مختلف شوي، انه اعداد كبيره، يعني مش رعيه تحكي 200 شخص ممكن تشوفي كاهن دائما، كان بالالاف وكوميونيتيز مختلفه اردنيه سوريه لبنانيه. فكان صعب تلاقي حدا يمشي معك مسيرة روحية. فعشت فترة صعبة يعني خلال هذا الاكتشاف، لغاية حسيت حالي خلص انه عم بميل لشي بهذا الطريق، بس ما كنت برضو عارف وين هاي الاشكالية الثانية وين. قدامي حياة ابرشية، ممكن حياة رهبانية، ورهبانية وين؟ كل الرهبانيات متعددة. لغاية يعني بالصدفة تعرفت على الرهبانية اليسوعية. يمكن انا بسمي حالي من جيل التكنولوجيا، تعرفت على الرهبانية من خلال الموقع تاعهم، الويب سايت تاعهم. انت بتقول بالصدفه، لكن ممكن ربنا طبعا اكيد يعني هي قراءتها بعدين انه اكيد ربنا حطني بهاي الطريق. فتواصلت عن طريق الويب سايت، بعت لهم انه شخص يبحث عن طريقه بدي مساعده، وما توقعت يردوا علي، لكن ثاني يوم ردوا علي وبلشنا شوي شوي مسيره مع بعض. حلو. واخذت هالقرار. حلو. ما كان سهل. سالتيني عن اهلي. انا اهلي متوفين كانوا بهاي الفتره، الوالد والوالده الله يرحمهم. فما كان صعب من ناحيه الاهل، كان اخوتي وخبرتهم بكل بساطه، والبعض الاصدقاء. يعني كان حتى الموضوع شوي اخذ طابع سري، يعني خبرت الاقرب وتركت. فالعيله الاكبر شوي يعني كانوا ماخذين على خاطرهم، زعلوا. بس يمكن هلا عم يتقبلوا الموضوع اكثر. اكيد وخلاهم يفكروا انه الاخ مؤيد يترك كل شيء ويتبع يسوع المسيح من خلال الرهبانية اليسوعية. اكيد. بس هاي النقطة اللي يعني بحب احكي عليها، يعني لما تاخذوا القرار، يعني الموضوع ما حسيت اني عم بترك شيء. يعني في ناس اللي بيشوفوا انه كنت تشتغل ومعك مصاري وكذا. بس هو بالنسبة لي ما كان، يعني ما كان هالقد مؤلم اترك كل شيء بهاي التفاصيل. يعني كان خيار جاي بمحله، يعني ماشي معي، يعني بناسبني وماشي معي. ما حسيت اني كان في صعوبة اخذ القرار بالبداية، بس ما كان بصعوبة اتخلى عن كل هالاشياء. لانه اصلا كنت عم تموت شوي شوي، ما كانت عم تعني لي. اخ مؤيد، انت شاب ولا بعمر الشباب؟ بدي اسالك سؤال، يعني كيف نظرتك دائما الشباب بهالعمر هاد، ومن مشاهداتك واحتكاكك معاهم من خلال شغلك، من خلال غربتك، من خلال شغل الشباب المسيحية، كيف عم بتشوفهم؟ يعني عم بيعيشوا مسيحيتهم، هل مسيحيتهم فقط انتماء، لكن هل هن قابلين يسوع المسيح كمخلص في حياتهم، او انه هل داخلين بهالعلاقه الشخصيه بينهم وبين السيد المسيح من خلال الانجيل؟ لكن الشباب هلا الايامات هاي ايش اهتماماتهم بتحس؟ يعني كيف بترجموا الانجيل في حياتهم؟ كيف عم بتشوفهم؟ سؤال صعب، وما بقدر احكي اني بمثل الشباب او بمثل كل الشباب. يعني لكن انت تفكيرك شاف بعض الشباب، شاف بعض الفئات مختلفه من الشباب. اتوقع المسيح، يعني اللي بحسه اكثر بين الشباب، المسيح عم لا يزال يبحث عنه لكن بصور مختلفه. يعني يمكن الاسماء اللي كنا عم نستخدمها، الحياه الروحيه، المسيح، هاي الكلمات القداس، الناس عم تستبدلها في الشباب اكثر بكلمات زي ان احيا، زي ان اجد الفرح، اجد طريق، اجد ذاتي. فيمكن هاي الكلمات الاكثر عم نسمعها وكل بدور عليها، لكن ما عم نحطها باسم المسيح. ما بعرف اذا هالشيء صح او غلط، لكن ما دام انه عم بيوصل لطريق فرح وطريق حياه، اعتقد ما في مشكله. بس هي بضل المشكله انه نساعد هالناس، نساعد هالشباب ليفهم عن ماذا يبحث. يفهم عن ماذا يبحث. فاتوقع عفوا، يعني الرغبه ان اجد الحياه هي موجوده عند الكل، احنا موجودين مشان نحيا. فالكل يبحث عن الحياه، سواء بدك تحطيها تحت اسم المسيح، سواء اسماء ثانيه مختلفه. بتخيل اي حدا وجد الحياه والفرح الحقيقي هو وجد المسيح. يعني يمكن العكس
هل الأسماء بطريقة عكسية. إذا أنت بتقول إنه المسيح الحاضر الآن في حياتنا هو غير عن المسيح اللي كان قبل 2000 سنة؟ يعني بتخيل سؤال إشكالي، بس يجب أتخيل يجب أن المسيح يأخذ صورة مختلفة من وقت للثاني. يعني المسيح من 2000 سنة كمان كان المسيح الذي يناسب هاي الطبيعة والفئة الاجتماعية والثقافية اللي ظهر فيها، والثقافة والمجتمع تتغير، فبتخيل يجب أن نسمي الله والمسيح بطريقة مختلفة. بحاجة يا شيخ، يعني أنا بتخيل أكيد. إحنا نتغير، يعني هو لا يتغير، بس هو يعني هو كل شيء، هو كامل مزبوط. فهو بيزبط مع كل الاجواء. نعم مزبوط. اذا بنحكي هندسه يعني فيزيائيا هو بس هو الفكره انه حتى انا بمسيرتي الفرديه بعيدا عن المجتمعيه بكل فتره انا اختبر الله بصوره جديده. نعم. وهذا جماليه الله. الله يعني اتوقع على مستواي الشخصي اذا بحط الله بصوره واحده وبثبته انا كاني عم أجمد الله وبحطه بجيبتي، وهي العكس طبيعة الله اللي هو طبعاً. الأوسع من هيك. وهذا اللي مختبره، أنه بختبر الله المحبة، بعدها بختبر الله الرحمة، بعدها بختبر صفات مختلفة. فتخيل إحنا بحاجة أن نقرأ الله دائما بصور مختلفة ليعطينا لتصبح هاي الحياة نذهب إلى الملء، عشان ما نظن واقفين على نفس الشط. زي يسوع ثار على الفريسيين مثلا، شافهم من الفريسيين طبعا هن فثار عليهم وكان دائما يعني ينتقدهم لانه عم بيعيشوا حياه كانوا اللي ورثوها او الحياه الموروثه اللي كانوا ماشيين عليها. يسوع ثار لانه كان السيد المسيح في تعليمه، يعني احيانا احنا قلنا انه هو جاء ليكمل وليس لينقض، لكن اعطانا كمان روح جديده مع يسوع. وهي أتوقع الإشكالية إذا نحكي على الفريسية، الإشكالية حطوا أن يجمدوا الله، يعني الشريعة أصبحت جامدة. نعم. ثابتة، هاي هي الله. نعم. هذا الإطار الواحد، والمسيح حاول يدفشهم أكثر من هيك، أن يجدوا الله بالأبرص، يدخلوا للعمق، يروحوا يعني. للعمق نلاقي الله بالأبرص بالخاطئ، أنه ممكن أن هناك نجد لقاء مع الله بطريقة أو بأخرى. نعم. وما كانوا عم يقدروا يستوعبوا هاي الموضوع. نعم، لأنه كان في هذا فكر جديد، وكل جديد دائما في عندك اللي بوافقه وبمشي معاه او اللي بيحاربه. فالفريسيين كانوا يحاربوا هذا الفكر الجديد اللي كان السيد المسيح، مع انه هو واحد، ان كان العهد القديم ولا العهد الجديد أكيد. هو مصدره واحد وينبع واحد، لكن الفكر الجديد رفضوه. متجدد، الله المتجدد دائما. اتباعهم انهم يمشوا معه بالسلطه تاعتهم، خافوا على السلطه، بس هم كانوا عارفين انه في عنده، يعني حتى نيقوديموس بنقاشاته وفي كثير من العلماء كانوا عارفين انه حسب نبوءات العهد القديم انها قاعده بتتحقق بها الشخص، بس لانهم عارفين صلبوه. نعم. عشان هم ما بدهم سلطتهم، وما زالت سلطتهم لليوم، يعني ما زال. نعم. على العالم كله، بدناش نحكي سياسي بس بعد اليهود. الفريسيين كمان اعتقد يعني بدايه انطلاقه الحركه الفريسيه كانت بدافع خير، يعني هم الأشخاص اللي حكوا أنه يجب أن يتغير المجتمع، يجب أن نعود، والطريقة هي العودة إلى الشريعة والعودة إلى الذات والتوبة. فكان قرارهم يعني في محله، لكن جمدوا حالهم بهذا المكان. نعم. وهي المأساة اللي احنا بنعيشها كلنا، يعني ما في حدا ما عنده هاي الروح، أنه لقيت شكل من الفرح اللي بيعطيني حياة خلص ما بدي أوقف عنده. وكمان المصيبة الثانية بتخلينا هذا هو الشكل الوحيد للفرح، فبدي ألغي كل شيء ناس ثاني أو بدي أحاول الناس الثاني زيي. نعم. وهي يعني ما بيخلق نوع من التعددية، ما بيخلق نوع من الطرق المختلفة للحياة، عشان هيك تلاقي حدا هون وحدا. أخ مؤيد، إذا أنت بدك تنصح الشباب أنه كيف بدي أعيش حياتي كمسيحي بالعالم، ما بدي أترهبن وما بدي أصير خوري وما بدي أصير رهبة، بدي أعيش حياتي وبدي أتجوز صير عندي عائلة وبدي أطلع وأروح وبنفس الوقت بدي أكون مسيحي بحق، شو بتنصح الشباب؟ لائحة طويلة شكلها. لا لا ابدا، بس هلا في عندنا بالرهبنه يمكن من احدى الكلمات من تراث الرهبنه، ان الله في كل شيء وكل شيء في الله. حلو. ودعوه الرهبن الراهب اليسوعي والروحاني الاغناطيه اليسوعيه ان يجد الله في كل شيء. وبمعنى يعني اذا بنعطي كلمات ثانيه، ان اجد الله هو ان اجد الحياه، أن أجد الفرح. أحياناً إحنا منركز على كلمة الله ومنسى الفرح والحياة. يعني نحن مدعوين بالأساس لأن أجد الفرح والحياة، ثم أسمي هذا الفرح والحياة هو الله. نعم. وهذا اللي هي ما بنعمله إحنا بحياتنا، منفكر الله صورة ثابتة، منفكر الله مظهر معين، خطوات. نعم. معينة، الذهاب للصلاة، عمل 1-2-3، ومننسى أنه
عملنا زي الفريسيين أخذناه وحطيناه جبته وجمدناه. بس ممكن بكل بساطة من خلال موهبتي بالكتابة بحب أكتب قصص حلو. أجد فرحي وراحتي وسلامي أنا هذا هو الله هذا هو الله. أنا قاعد معك عم نحكي مبسوطين هذا الفرح اللي بنعيشه هذا هو الله الحاضر بيناتنا حلو. بس مش متعودين نسمي الله فالله ده يعني هاي مشكلتنا مع الله إنه نحكي عنه كأنه بعيد وبنفصله عنا لكن هو الله حاضر في أعماقنا وهذا اللي ما بنعيشه. الروحانية شوي الإغناطية عم تركز دائما على الشعور وحركة القلب وين عم بخدنا لنقول إنه هي الله هذا هو الله ونؤمن إنه هذا هو الله. نعم حديث ربنا معنا بالضمير مثلا بالعقل الداخلي يعني لما بقولنا مثلا إنه هذا خير وهذا شر لما بنقعد عند قرار مثلا أعمله ولا ما أعمله أو صوت الله يعني يا منسمعه يا ما منسمعه. كان قداسة البابا يحكي جملة للشباب لما كان في لقاءات الشباب يقولهم حابين تروحوا على السينما خدوا يسوع معكم على السينما حابين تروحوا مثلا تمام. على تروح تشربوا كوفي على مطعم تاكلوا مع اصحابكم كذا خدوا الله معكم هيك خدوا يسوع هيك معكم لهم. يعني خليه بقلبكم خدوه معكم ما عم نمنعكم ولا عم يمنعكم انكم تروحوا تمارسوا حياتكم الطبيعيه تروح شمت هواء تروح بيكنيك تروح مشاوي برا تطلع طلعه بالطبيعه تروح تسافر تشم الهواء مع عيلتك خد يسوع معك يعني خليه بقلبك وتصرف تعامل مع الناس زي ما يسوع طلب منك وكن أمينة بدك يا بس كن أمينة كن محب تساعد الناس اللي حواليك تساعد الناس اللي بالطيارة تساعد الناس بالمكان اللي أنت فيه تعرف على ثقافات ما عم يمنعك ربنا إنك إذا أنت بدك تكون مع يسوع يعني إنك قاعد في مكانك ومتجمد وما عم تتحرك علشان ما أخطأ لا اطلع خلي يسوع معك هو يسوع راح يقودك يقود حياتك فبعتقد انه الرهبنة اليسوعية من هذا المنطلق انه عيش حياتك طبيعية مع يسوع وتنعم بكل النعم اللي اعطاك اياها السيد المسيح واعطاك اياها ربنا وخلقها لك تنعم فيها الجو المي الجمال الخضرة زي القديس فرانسيس الأسيزي تماماً. يعني كان مع الطبيعة مع الحياة فنحن يعني هدول الشباب الأيامات هاي بقول لك أنا مليون خطيئة بعمل بنهار من وين ربنا يتعرف علي والله بتطلع فيي بجهنم هدول إيش نحكي لهم هدول الشباب اللي بيفكروا يعني هذا التفكير مزبوط يعني مثل ما تفضل يعني الكلام العميق جدا اللي حكى الفرير قبل قليل يعني هو في صلب مشكلتنا يعني المعضلة اللي بنعاني منها هي أوجزتيها بقليل من الكلمات حكيتي حضرتك إنه هم شايفين حالهم مش أهل ما في حدا أهل الجميع أخطأ وأعوزهم مجد الله بس إحنا هاي نأخذ يسوع معنا هاي الفكرة الرئيسية وكن أمينا يعني أنا بأخذ يسوع معي على السينما بس بحترم وجوده طبعا ولما بحكي حتى بالكاتيشيزم وبندرس بالمدارس الأولاد اللي بنعلمهم بنقولهم إنه أنت دائما لما تكون علاقتك مع يسوع شخصية قوية أنت دائما بتشوفه قدامك وعلى ضوء بتخجل منه من الخطية فبتقل الخطايا بتصلي عشان تقدر تكون حاضر في هذا المجتمع بس يعني تيكتشف في النهاية إلا ما يكتشف إنه هذا هو يسوع بس إذا عاش بفرح السعادة التي تنبع من الداخل اللي هي بتفيد لأنه كل شيء قاعد بناخده بيكون مؤقت سواء بجنينة ويسكي ولا بشمة هواء ولا بطلعة كله راح يعطينا وقت آني بعدها بيجي الفكرة زي ما بيحكوا فإيش هو الإشي اللي ما بيموت إيش هو الإشي اللي أنا بدي أروح عنده بعد ما أنا الجسد هذا تطلع الروح اليرقة تطلع من الشرنقة والطير إذا بعدني بفكر بالزمان والمكان الفيزياء جابتني إياهم عشان أرتب حالي هنا قديش لف الأرض بتلف قديش هذا والتعاقب إذا أنا بحد حالي بيكون السماء بالنسبة إلي هي مكان وهي بطبيعة الحال مش مكان هي حالة النعمة هاي اللي هي قرب من الله طب إذا أنا اكتشفت يسوع هون لما بوصل هناك بكون مواطن يعني ما بشوف إشي هلا شو هي جهنم شو هو البعد عن يعني البعد عن الله كيف بده يكون هناك إنه أنا ما بقدر أتأقلم الجو هذاك مش جوي لما بروح على جو يسوع بكون مش جوي لأني أنا ما قدرت أكون أشتغل على أحصل على الجنسية بحياتي هون دعوة الملكوت هون إني أنا زي اللي بقدم الراجو لأمريكا قاعد بشتغل معاملات وبجمع فيهم قديش أنا بكون قريب من الشباب
تيحسوا انهم هم اللي عم بيعطوني كمان. بس مشكلتنا بالتلقي احنا بثقافتنا هنا انه هم بدهم مني. نعم. فتقعد تحكي معهم سياسه مستغرب شو الخبر هذا، انا حكى عن كل شيء الا ما حكى عن يسوع، لاني انا شايف يسوع مش كثير اولويتك، فانا بوصل لك يسوع بطريقه ثانيه. نعم. فالراديكاليين والناس التقليديين كثير بيشوفوا انه هذا طلع حكى عن كل شيء الا عن يسوع، حكى شو هذا ابونا هذا، حكى عن الفنانات وحكى عن الممثلين وحكى عن الويب سايتات والفيزياء والكيمياء، طب وين يسوع؟ هاي نقوله للشباب انه هم قادرين على اعطائنا كمان. نعم. يعني الكاهن بحاجه للشباب زي ما هم كمان بحاجه، هي العلاقه التبادليه. لما يكتشفوا حالهم الشباب انهم فاعلين في مجتمعهم بنبلش من الشغل، زي ما بحكي حضرته اللي انا اختبرته بال 2014 اللي عشت مع اهل الموصل بكنيستي، كان عندي اكثر من 140 شخص وصل العدد يعني. فحسيت انهم هم اعطوني اكثر من ما انا اعطيتهم بشهادتهم الحقيقيه، انهم شافوا الويلات وشافوا الارهاب وشافوا داعش وكلها، واجوا بعد الفرح معهم. فانا انذهلت، انا فوتي كلها على الدير فرح ببحث عنه، ومش دائما بقدر استمتع فيه، اكيد موجود بس مش دائما بفضى، مش دائما بفضى اني اقدر استمتع فيه، لانه مرات الواحد بيشغل حاله في 100 اشياء وهي مرثا مرثا مهتمة، ما بالك مهتمة بأمور كثيرة. والمطلوب هو اقعدي تعالي اقعدي هون واسمعي كلمتين حلوين احسن لك من هل بلاش العجقة كلياتها بلاش، تعالي اهدرك. فشبيبتنا اليوم بيعطوا الفرح كمان بطرقهم المختلفة، فأنا إذا قدرت أعمل التواصل والاتصال معهم أنا بقدر أوصل أني أعطيهم يسوع. مين أنا اللي أعطيهم يسوع؟ ما هم قاعدين بيعطوني، فبالتالي نتبادل يسوع. عم بيخبرني الكنترول روم انه معنا اتصال هاتفي، فبتقدر تحول لنا اياه ريمون. الو الو، صباح الخير. صباح النور. كيف حالكم؟ انا زيد حداد من شبيبة المطرانية، مطرانية الروم الكاثوليك. زيد حداد من مطرانية الروم الكاثوليك، اهلا وسهلا فيك اخ زيد. صباح النور مهندس زيد. أهلا وسهلا أبونا، كيف حالك؟ أنا بصراحة الله انبسطت كثير لما شفت الأخ مؤيد معاكم، وحبينا هيك نتواصل معه. أنا شايف مش هو معنا. طبعا أنا برحب فيك، أنت ممكن مش سامع. فبرحب فيك وبرحب بوجودك، فتفضل مهندس زايد. أنا حاب بالبداية أرحب بالأخ مؤيد، وحاب هيك أحكي عن خبرتنا وتجربتنا مع مؤيد. احنا من خلال لقاءات الشبيبة اللي كنا نعملها مع الرهبنة اليسوعية، بتذكر بال 2015 كان في لقاء الجي ار جي كان في مصر، وكنا كشبيبة مشاركين مع الرهبنة اليسوعية في هذا اللقاء. نعم. فهناك تعرفنا على شاب، حكولنا في شاب اردني، وهو كان اول اردني بدخل الرهبنة او بكون اول راهب يسوعي، فكان عندنا فضول انه نتعرف على هذا الشخص. نعم. فالتقينا مع مؤيد، كان شخص مرحب جدا رائع جدا زي ما تفضل، كانت الخبرة تبعته كمان بالنسبة لنا هيك محمسة، انه شخص مهندس كان يشتغل بالخليج، كل هاي التجربة اللي عم بعملها، وبالنهاية اخذ طريق هي اللي هي طريق الرهبنة اليسوعية. نعم. فكان بالفعل شخص مؤثر، يعني تأثرته منه للأخ مهندس. نعم، بلقاء مصر. طبعا طبعا كان يعني كانت القصة بحد ذاتها شخص زينا، شخص بيشتغل زينا متغرب، بدخل الجامعة، دخل معترك الحياة، وبالآخر وجد هاي الطريقة المختلفة. نعم، اختارها. ومن وقتها ضلينا على تواصل مع مؤيد، حتى بسنة 2019 بتذكر لما انعقد الجي ار جي الثاني اللي هو كان بلبنان، برضو كان الأخ مؤيد من الأشخاص اللي ساعدونا بالمرافقة بالتكوين للمجموعة اللي راح تشارك في هذا اللقاء. حلو. فأنا حاب أحكي له يعطيك العافية مؤيد، إحنا كثير انبسطنا. أنا بعتذر إذا بحكي مؤيد بدون أخ، بس لأنه متعودين عليه مؤيد مش أخ، بس هلا صار أخ مؤيد. فهو عم بيحكي خبرته معاكم من خلال حياة كنه أنتوا على علاقة أو صداقة، فعم بيعطي شهادة أنه كتير متأثر فيكم. هو من أول أشخاص اللي رماها بوجهي أنه أنت أول واحد يسوعي لما تجينا بمصر. نعم. مهندس زيد شكلك عندك اتجاه تصير كمان مثله. لا يا أبونا، يعني كل إنسان بقدس حياته في عمله. لما لحد متجوزين
أنا بدي أحكي لكن زي ما أنت تفضلت النصيب الأفضل. أنا إذا بتسمحوا لي أشارككم طرفة. تفضل. مؤيد أنا كنت دائما أقول أنا حاب أكون أنا أول يسوعي من الأردن. فلما تعرفت على مؤيد كان الهدف إني أتعرف عليه إنه مين هذا الشخص الأول اللي دخل قبلي. أوكي. دخلت قبل. دخلت قبله فبطل. حتى كان هو يكون الأول. تفاجأت إنه هو دارس هندسة ومكمل ماجستير. نعم. فهو نفس الخطوات اللي أنا مشيتها واشتغل بالخليج وأنا اشتغلت بالخليج فكانت طرفة جميلة. فحكيت له أنا بشوف حالي فيك أخ مؤيد. حلو هذا حلو منك. واليوم انبسطنا كثير إنه صار بالأردن صار قريب منا. للأسف الكورونا بجوز منعتنا من الالتقاء بشكل منتظم. بس إن شاء الله الأيام الجاية رح يكون في لقاء. أكيد إن شاء الله. هالكورونا هذه اللي فصلتنا عن بعض يعني جسديا لكن روحيا نحن مرتبطين مع بعض من خلال روحنا الإيمانية من خلال محبتنا لبعضنا. الله يباركك وشكرا لك لاتصالك يعني. وهلا معلش ما سمع كل الحديث لكن برجع بتسمعه على الفيسبوك. ترجع تسمع شو حكى عنك مهندس زايد. شكرا لك مهندس زايد. ضلك على تواصل معنا ببرنامجنا. شكرا لكم. صباحك نور حبيبي. صباحك نور. شكرا ابونا. شكرا. باي باي حبيبي. السلام. يعني هذه شهادة من أحد الشباب اللي رافقوك ووجدوا فيك يعني أنك أنت إنسان مختلف. عشان هيك إحنا كنا في البداية بنقول الإنسان اللي مع يسوع هو إنسان مختلف. وحكينا بحلقاتنا الماضية عن ما معنى كلمة مقدس. إنسان يعني إحنا جميعا مدعوون لأن نكون مقدسين. شو معنات مقدس؟ يعني يكون مختلف. إنسان مختلف في حياته. متميز. متميز في مسيرة حياته. بيعرف الله. بياخد الله وين مكان. في كتير من كنت أعطي من الشباب الشبيبة اللي بالعمر بحدود 18 و25 ل30 باجتماعات وهيك ينادوني يعني لأنه أنا بعرف كتير يعني بس إنه الإنسان لما بيعيش حياة متميزة أو مختلفة بقول لك هذا إنسان مختلف ليه يعني في عنده إشي. فكنت دائما أحكي لهم يقولوا لي كتير في عنا ناس بتحكي عن الطاقة وعن إنه إيجابية ونحن عبارة عن موجات وعنا تستقطب الكويس والمش كويس والآخر وكذا وهيك. قلت لهم الإنسان يعني بيقدر يختار. هلا إحنا زي ما تفضل الأخ مؤيد إحنا منغير أوقات التسميات إنه يسوع الله بحياتي عيب أحكي يسوع والله بحياتي أنا إنسان ضعيف. بصير يحكي الأفكار هاي اللي طلعت لنا فيها التكنولوجيا الطاقة والطاقة الإيجابية وضلك أنت بفكر. طب الطاقة والطاقة الإيجابية مين هي الطاقة؟ بالنسبة لي أنا الطاقة ربنا هي طاقتي. بالنسبة لك أنت علماني بالعالم مش من تعتبر حالك من خاصة المسيح وهيك بتقولك عن الطاقة أنه هاي الطاقة الإيجابية اللي بتعطيني الهدى أني أمشي بخط صحيح. ماشي انت طاقة اسمها طاقة ايجابية. طيب انا عندي ربنا بقول يسوع في حياتي الله في حياتي بقولك لا الطاقة اللي بقلبي والكارما والشاكرا فهاي الامور كل انسان بسميها مثل ما تفضلت بتسميات مختلفة لكن سموها زي ما انتم بدكم. لكن الاصل والعودة الى الجذور مهم جدا انك تعرف انه انت جذورك ودمك المطعم فيه ما استحي فيه ما استحي فيه وما تخجل فيه. تقول انه ربنا مش معناته انه انا ضعيف لانه بحكي يسوع والله والله ويسوع هلا بيستهبلوني لا خليني احكي ماشي ما دام الانسان اوكي مرتاح انت بهاي الطريقه لكن بدك انت تكون صادق مع نفسك وتعرف انه هاي الطاقه اللي بتحكي فيها والايجابيه اللي بتحكيها مصدرها واحد اللي هو ربنا يسوع المسيح كلام ربنا من الانجيل اللي اخذته وانت صغير بالمعمودية الروح القدس اللي حل عليك في الميرون اللي أخذته هذه هي روح ربنا فيك. أنت مطعم زي التطعيم هلا اللي بخلصنا من كورونا. آخر كلمة مهندس قبل ما نختم. ما في شيء بس ممكن بكمل على هاي الفكرة تاعتك اللي حكيتيها إنه فعلا بس أنا بالنسبة لي بقول إنه لتصبح خبرة حقيقية دع الله يعطيك من هو يكشف ذاته من هو لك. برافو حلو جميل جدا بهاي الفكره هاي لانه هاي شغله الله ان يكشف ذاته دائما انت تستطيع لتصبح جزء يعني تصبح خبره شخصيه وذاتيه اكثر واكثر. نحن هلا طلبوا منا ننهي البرنامج لانه
ثلاث دقائق نعم. معنا أبونا. إحنا طبعا بنحيي كل الأشخاص اللي انضموا لنا كمان، وبيحيوك أخ مؤيد على استضافتك وكلامك اللي تأثروا فيه كمان من حياتك. يلا بلكن كتروا من الرهبنة اليسوعية، في أشخاص بلكن عندهم دعوة ومش عارفين يكتشفوها، فإحنا بحاجة نعم. لمزيد من الدعوات، وبحاجة مزيد من الشهادات مثل هيك شباب إنه يشهدوا للسيد المسيح في حياتهم من خلال دعواتهم الرهبانية. فبنشكرك ونشكر استضافتك ونشكر كل الأشخاص اللي انضموا لنا كمان على المباشر وعلى تلفزيون مشاهدين على عبر قناة نورسات وتلفزيون تيلي لوميير، ومنحيي كل الأشخاص اللي بعتوا لنا صباحكم نور. وبالنهاية أبونا بنشكرك طبعا إلك وأبونا فرح إحجازين على كلامه، وبالنهاية ناخذ البركة ومنحيي طبعا بالاستوديو انتم مش شايفين الأبونا الشماس صفرونيوس حنا من اللي بدهم يصبحوا كمان من الشباب اللي بدهم يصبحوا كمان كهنة هلا بالكنيسة الأرثوذكسية، منحييه في الاستوديو معنا كمان. وكل الطاقم اللي تصوير أنا السقا ريمون حتر ومنار عماري، وأيضا منحيي كل الأشخاص اللي على الكنترول روم اللي بلبنان اللي نقلوا هذا البث الجميل والمباشر. نتمنى أنكم استفدتوا من هذه الحلقة وأنكم تكتشفوا ربنا في حياتكم وتعترفوا فيه. نعم، عودوا إلى الجذور وعودوا إلى حياتكم الروحانية اللي خلقتوا فيها من المعمودية للمناولة للتثبيت وأخذ الأسرار، وأن تجدوا أنفسكم وأين أنتم ماشيين بأي طريق. وأبونا البركة النهائية منك. قبل البركة بحب أختم بعبارة أنا ما خطتها شعاري بحياتي وفلسفتي: أنت لا تستطيع أن تكشف الله، الله يكشف عن ذاته كلما تربت إليه في علاقة شخصية مع يسوع المسيح. نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشوكة الروح القدس مع جميعكم. آمين. انطلقوا بسلام المسيح. الشكر لله يا رب، الشكر للجميع. إلى اللقاء في الأسبوع المقبل بحلقة جديدة من صباحكم نور.